بيوكيما، كرة لفابيان ويخرج جميلو من دون الحارس، فابيان تابين وخطأ فادح فادح من جميلو. فابيان يضع الكرة في شباك الأسبقية لفريق تياغو موتا، عملية ممتازة انطلقت من كالافيوري ومرت عبر بيوكيما وأنهاها بفينيشينج رائع. فابيان الذي استغل هفوة دفاعية من جميلو، هدف لصفر لصالح بولونيا، الهدف الثاني هذا الموسم لفابيان، والأسبقية لفريق تياغو موتا للروسو بلو. نرى هنا العملية بيوكيما، كرة ممتازة، وهنا جميلو خطأ فادح من دون معنى، خروج حارس تورينو، وفابيان لم يخطئ. الروسو بلو في الأسبقية، وإعادة من أكثر من زاوية لهدف فابيان. تابين سهل، إذن هدف ثاني لبولونيا، هدف قانوني. سيركسي يضعف النتيجة، لا وجود لوضع تسلل على سيركسي. الهدف الثاني لبولونيا، والآن أعتقد أن بولونيا بإمكانها أن يحتفل، بإمكان مدينة بولونيا، بإمكان إقليم ميا رومانيا أن يحتفل بهذا الانتصار، انتصار تاريخي يجعل بولونيا قريب جدا ليس فقط من المراكز الأوروبية بل على بعد 5 نقاط من دوري الأبطال. معجزة حقيقية في أول 13 جولة من السيريا، بولونيا قريب جدا من المراكز الأوروبية وأعرق المراكز الأوروبية. برافو تياغو موتا، برافو جوي سابوتو، برافو بولونيا، وانتصر على فريق صعب.